رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل العقدة من لساني يفقه قولي. نشوف احنا اذا لايف ولا لا. يس احنا لايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واعزائي، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده متكرره زي ما وعدناكم كل يوم الساعه 8 مساء بتوقيت اوتوا وتورونتو ونيويورك. نحكي عن مواضيع مهمه لابناء الجاليه في الغرب والعرب في كل مكان. اليوم موضوعنا حيكون عن مواهب الحجر، تلك المواهب التي صقلت بسبب ما نراه من حجر صحي علينا. أسباب كثيرة قد تكون لبعض الناس أو دوافع لتعلم أشياء جديدة، قد تكون دوافع لتنمية مهاراتهم. اليوم معنا راح يكون عدة أشخاص، إلى الآن معنا أخين وزميلين وصديقين عزيزين على قلوبنا، طبعا نرحب بهم أنا وزميلي محدثكم الأستاذ محمد التميمي. كما وعدناكم كل ليلة أن نقدم لكم جديد، فاليوم معنا شابين وسيمين لطيفين من أحلى شباب الجالية العربية سواء هنا أو في الوطن. معنا أخونا علي رازق أو الهلالي، هو خريج تحاليل مرضية وعلوم كيمياء، يعيش ويعمل في العراق، وجلس معنا اليوم الساعة أعتقد 3 صباحا الآن في العراق، وجالس معنا إلى الآن عشان يكون معنا اللايف، فنشكره على دعمه وموافقته أن يطلع معنا على الحلقة. معنا أخي وصديقي وعزيزي وحبيبي السيد محمد علي. محمد هو من القادمين اللي جاءوا من سوريا بعد الحرب، حضر قبل 4 سنوات، الآن يشغل منصب رئيس نائب رئيس مؤسسة البشرية من أجل السلام في كندا، وبعمل كمتطوع لدى كثير من المنظمات والمؤسسات، كتبت عنه كثير جرائد وصحف وأخذ أوسمة وشهادات نفتخر فيها، لأنه من يوم ما جاء إلى كندا بدأ يعطي دون أن يسأل أبداً، لأنه شعر أنه كندا هي بلد الأم أو بلد الثانية التي احتضنته وأعطته الأمان له ولأطفاله. فنشكر على كل ما يقوم به وكل ما يعمله. معنا كمان أخونا من تورونتو الأستاذ أشرف العريض، انضم لنا الآن، أهلاً وسهلاً فيه. هو كاتب قصصي، أهلاً وسهلاً، كاتب قصصي، يكتب القصص والمقالات الساخرة التي تهدف إلى التركيز على مشاكل المجتمع المحلي، عشان هيك في ناس كتير دائما بنكشوا له وبيطلعوا له بيقولوا له مش عاجبنا. بيساعد الآن، هو فالنتير في المسرح العربي الموجود في تورونتو، أعتقد أستاذ هارون اللي قائم فيه أو المباشر عليه. فنشكر كل من انضم لنا، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا جميعا. معنا الأخت برضو ميسون، أهلا وسهلا فيها ميسون منصور. أخت ميسون منصور جاءت إلى كندا منذ سنوات، كانت صغيرة جدا، فلغتها العربية قد تكون ضعيفة، لكنها قامت على تقوية أو محاولة تقوية لغتها العربية خلال هذه الفترة. نفتخر بكل شخص يقوم بذلك، لأنه ليس العيب أن نكون ضعفاء، ولكن العيب أن نبقى ضعفاء. يعني نفتخر بها ونشكرها على ذلك، وأهلا وسهلا فيكم جميعا، أرحب بكم. أترك الميكروفون والمجهر إلى أخي محمد لإطراءكم. الله يحييك دكتور جمال ويعطيك العافية على التقديم، وأهلا وسهلا بالجميع. يعني حقيقة الواحد بيبتهج لما يشوف الأصدقاء موجودين معه، في بيشوفهم يعني وبيسمع صوتهم وبيحاورهم وبيطمن على أخبارهم. المقصود من الفقرات هذه إنه يعني أول شيء نكسر الروتين اللي أصرت كورونا إنها تحطنا فيه، وإحنا أصرينا إن نتحداها ونرفض هذا الحجر تبعها
على الأقل الحجر النفسي، وخلينا بس فيزيائي وخرجنا من الحجر النفسي، وحتى نخرج من الحجر النفسي بنعمل هذه اللقاءات الجميلة، وهي جميلة فيكم حقيقة. فعشان هيك نتمنى أنه دائما الكل يشارك، دائما الكل يكون معنا. اللقاءات هذه بتتم من خلالكم، وبتتم بترتيبات معكم، والجمهور الحقيقي فيها هو أنتم. ولذلك هدفها واضح، هدفها بسيط لكنه معناه وقيمته عظيمة جدا. ما بده ترتيب كثير، ما بده ترتيب صعب، ما بده تحضير معقد، بده بساطة في كل شيء. وكل ما كانت البساطة موجودة كل ما كان الأداء فيه جميل وأقرب إلى القلب. اليوم لقاءنا حيكون بالمواهب، وما شاء الله يعني سمعنا عن إبداعات للإخوة العرب في أثناء الحجر. في ناس أبدعوا بالطبخ من الرجال الأشاوس، وفي ناس أبدعوا بالطعام والأكل يعني two directions، وفي ناس أبدعوا بالكتابة، وفي ناس أبدعوا بالنكش على المشاكل. ماشي، وهو بيعرف أنا مين بقصد. وفي ناس أبدعوا فنيا موسيقيا وطربيا وشعريا، إبداعات متعددة. في ناس تعلموا حرف في هذه الفترة. فإن شاء الله نستطيع بعد هذا اللقاء نوسع ونعزز إحساس باقي الأصدقاء بالمشاركة، ويطلعون على مهاراتهم ومواهبهم وهواياتهم اللي طلعوها من أعماق 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 تاريخهم أثناء ما كانوا أطفال. يعني في ناس رسموا رسومات رائعة، بجوز هذه الرسومات ما رسموهاش من 10 سنوات، كانوا بيستنوا لحظة إنهم يشوفوا وقت فاضين فيه يرسموا، فاستغلوا بهذا الاستغلال. عشان هيك اليوم إحنا بدنا نحكي عن أمثلة من هذه المواهب، كل واحد يحكي لنا عن موهبته وأصلاً من وين طلعت، شو علاقته فيها، وكيف فجرها في هذه الفترة. أنا حبدأ مع الأستاذ علي. أستاذ علي زائر، وضيف عزيز وكريم وللعراق شجون يا أستاذ علي، يعني العراق في قلوب الجميع. يعني مش أقل من إن نسمع منك ونتنسم أنفاسكم هناك. تفضل يا سيدي. مشكور أستاذ، السلام عليكم وسلامتنا الأعزاء. شكرا على عزيز الاستضافة حضرية بحضراتكم، شرفت بمعرفتكم والسعيدة، وبارك الله بكم على هذه المبادرة الجميلة التوعوية، وبنفس الوقت شوية رفرش الحالة النفسية التعبانة اللي بسبب الفيروس. صح، احنا بالعراق يعني ماكو مواهب، ليش تكذب عليك؟ مو يعني موهبه يعني تبقى بالبيت، لان احنا بطبيعه حالنا العراقيين اصلا ما ملتزمين بالحجر الصحي، ليش اكذب عليك؟ ماكو التزام صحيح. الدوله هم ما ملتزمه يعني بالحجر الصحي، ماكو محاسبه وهاي، بس احنا بنفس الوقت نقدر نقول ان الشعب العراقي بعده شغلات حلوه. يعني بالوقت اللي صارت ازمه فيروس كورونا لاحظنا التكافل الاجتماعي كان موجود، التعاون بين الناس بالمساعدات، المحتاج الطعام، تعرف اكو ناس قوتهم يومي ما يقدرون يشتغلون، ماكو عمل، هاي فبدأ الناس واحد يساعد الثاني، مساعدات من كل مكان، الكل السابق بنشر الخير. وبالاضافه الى ذلك الناس جزء منها خرجت حملات تعفير وتعقيم الشوارع، يعني من دخلها الخاص، وناس بدأت تصنع الكمامات أيضا من دخلها الخاص. طبعا الحكومة ما وفرت لنا حتى المستشفيات، يعني أنا حاليا جاي أداوم بالمستشفى ماكو حتى كمامات، يعني بالوقاية ماكو أي شيء. خلية الأزمة ذات تعرفونها عندنا بالعراق، طلبوا مخصصات أصلا ما حصلوا المخصصات بحجة إنه ماكو ميزانية وهالأمور، فبدأ الشعب العراقي يتجه إلى صنع الكمامات يدويا.
الحمد لله، إن شاء الله احنا على قدم المسؤولية في مواجهة الفيروس، وإن شاء الله نخرج منه لا فاقدين ولا إن شاء الله مفقودين. أزمة أزمة نعم وبتعدي بإذن إن الله، شاء الله أزمة أزمة هاي وبتعدي. على العالم و كله إن شاء الله. نعم، وزي ما الله أنت يعطيكم تفضلت، الصحة ويعطيكم الشعب الصحة، الله العراقي يخليك. شعب جبار وشعب كبير جدا، الله ويستطيع يخليك، أنه ينظم نفسه بشكل قوي جدا، وإن شاء الله هذه الأمور كلياتها بتكون الله في طريقها للزوال. آمين. ودائما بقول لك الضربة اللي ما بتكسر تقويك، بتقوي، فإن شاء تقوي الله في طريق التقوية هذه. إن شاء الله. أنت طب أستاذ علي، إيش الموهبة اللي أنت حسيتها فيك وفي هذه الفترة حبيت تحفنا فيها؟ أنا حقيقة ما تغير عندي شيء، كان يعني قبل دوامي نفسه وهسه بقى دوامي نفسه، يعني ما تغير شيء، لأن أداوم بمستشفى، فإحنا وزارة الصحة وزارة الداخلية والدفاع يعني استمر دوامنا ما تغير شيء، فبقى نفس الروتين يعني للمستشفى ونرجع للبيت وما تغير شيء، يعني عكس باقي الوزارات يعني. طيب شوف، العراقيين، أنا يعني من معرفتي العراقي يولد شاعرا، ما صحيح. تقنعني إنك ما كتبت شعر بحياتك. لا كتبت بس شنو حصل أها انه ما كتبت أيوة. الموقف، اي يعني صارت عندي مناسبات موقف طيب كتبت على وتاشر. بعدين العراقي يعني لما جاء الرصافي، من اللي جاء؟ لما جاء الشاعر على المنصور، أبو جعفر المنصور، جعفر معروف المنصور الرصاف، لما جاء على ابو جعفر معروف. المنصور وقال له قل في الخليفه شعرا، فقال له انت كال ايش حافظها؟ ما قال له حافظه. انت لا كالبغلي في... انت كال... كال 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 ايه قال له انت كالكلب في الكرم وفي الوفاء في الوفاء. وكالجحش في مقارعه الطبول. فقالوا لهم جايبين لواحد يشتمني جحش وكلب، فقالوا له، قالوا اصبر بدأ عليه يا بالجد. خليفة يا أمير المؤمنين، اصبر عليه بس ناخذه يشوف. فأخذوا على بغداد ولففوا في بغداد، إيه. وبعدين رجعوا قالوا له يلا أخي. قال له عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى ايه من حيث ندري ولا ندري. الله فقال له الله. ها هسه زبطتها. فلما الواحد يعني يتنفس أنفاس بغداد، يرق قلبه يعني تتفاعل شجونه. لما يشوف استاذ العز شوف العز صحيح. فسمعنا سمعنا 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 معك معك على الأقل 3 أبيات. أنا محافظين. طيب حصل خير، احنا تشرفنا فيك استاذ علي، أيوة الأستاذ تشرفنا، حسين بك تشرف. الله يحييك، تشرفنا فيك. الله يسلمك. وننقل الميكروفون للاستاذ محمد علي. إن شاء الله. شكرا أستاذ العزيز، تسلم. شكرا، الله اهلا يحييك، وسهلا فيك، الله شرفتنا. يحييك. طبعا احنا عارفين انه عندك الان دوام، وانت في وقت الان باكر جدا الوقت عندك، فربنا يقويكم يعطيكم العافيه ان شاء الله، وقلوبنا دائما معكم. الله يحييك. استاذ محمد علي. طبعا أنا باسمي واسم الجميع بشكر أخونا علي من العراق اللي حضر معنا اليوم هذا اللقاء. طبعا احنا عارفين الوقت متأخر له، وندعو لأهلنا في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي فلسطين وفي الأردن وفي السعودية وفي الكويت وفي الجزائر وفي المغرب ومصر والسودان وليبيا وتونس والبحرين خليج العربي وعمان ومصر، إن شاء الله أن يكونوا بألف صحة وألف سلامة، والصومال وجيبوتي نسيناهم، موريتانيا، أن يكونوا بصحة وسلام وأن لا يصيبهم أي حزن أو كرب إن شاء الله رب العالمين. ندعو لكم القوة آمين. والسلامة. شكرا لك أخينا علي. أخونا محمد أهلا وسهلا فيك يا ابن دمشق، كيف الحال؟ أهلا وسهلا دكتور محمد، كيفك؟ شو أخبارك؟ أشكركم على هذا الجميل. طبعا تسلم يا رب، الحمد لله. أنت يعني اشتغلت، أنا فخور جدا بوجودي معكم اليوم بهالوجوه الجميلة. الله يخليك. أنت اشتغلت ممرض في سوريا لعدة سنوات، وحضرت إلى كندا، ساعدت ناس كثير في سوريا بأناملك الذهبية،
والآن تساعد ناس في الشفاء الروحي بأناملك الذهبية بالرسم. رسمت لوحات كثيرة وتبرعت فيها لجمعيات خيرية وجمعت منها مبالغ كبيرة. احكي لنا عن خبرتك هاي وشو بتسوي بها الأيام في الحجر الصحي، شو الرسمات اللي رسمتها إذا سويت شيء؟ لا عندك فصل المايك، مش سامعينك. الحقيقة كل إنسان لازم صوت. It's good. تمام. Yeah. سامعني؟ Yes. تفضل. ممتاز. أنا عندي مشكلة بالصوت حمزة. أوكي. فأنا يعني مؤمن في ممتاز. أنا مؤمن بالعمل التطوعي، مؤمن إنه كل إنسان لازم يترك بصمة، يعني أيا كان فنان أو عامل أو دكتور أو مهندس، لازم يكون له بصمته في المجتمع، ولازم ما يكون بس مجرد رقم، لازم يكون هو صاحب تأثير كبير في المجتمع. فكل واحد من محله، كل واحد هو سفير من مكانه، ممكن يقدم المجتمع، ممكن يقدم للبلد اللي هو عايش فيه واللي هو وطنه يعني. فلذلك يعني أنا كرسام تشكيلي أشعر أنه من واجبي أنه أقدم لو حتى طبعاً يشحذ الهمم، يقوم على شحذ الهمم. وشكر للكوادر التمريضية اللي بصراحة يعني نوجه لهم ألف شكر وكل المحبة لهم، لأنه هم بصراحة هم الخط الأمامي الآن اللي هو عم يساعد المجتمع والبلد. فأنا حبيت أكون من مكاني، أحاول أقدم شيء لهذا البلد الحقيقة، حتى لو بريشة، لو بريشتي، لو بألوان، لو أي شيء ممكن أقدمه. أنا ما بقدر أقدم شيء عن طريق المجال الطبي، لكن ممكن أقدم بريشتي وبألواني، ممكن أقدم أشياء كثير جميلة. فأقدمت لوحة هلأ جديدة، وصراحة كانت هذا إحساسي، وهذا الشيء أنا مقدمه من قلبي. هو كله كان دعم، اللوحة كانت هي للكوادر الأمامية من تمريض ورجال إطفاء ورجال شرطة، ولكل من ساهم بمحاولة أنه دعم المجتمع مشان هذا الوباء الموجود الآن في المجتمع. فحاولت أكون لو جزء لو شو ما كان، بس أترك بصمتي في شيء معين في هذا المجتمع. اللوحة كم أخذت منك وقت وأنت ترسمها؟ والآن موجودة معك صح؟ نعم. بديت فيها متى؟ اللوحة متى؟ اللوحة هو شوف، اللوحة بالنسبة للرسم التعبيري دائما أهم شيء إنه أنت الفكرة، يعني الفكرة تكون، الفكرة هاي أهم من الرسم نفسه، يعني تكون الفكرة. نعم. والموضوع، وتكون براسك تصور معين كيف لازم تكون اللوحة عشان توصل أو تدخل، خلينا نحكي تدخل شغاف القلب. مو الشغلة أنك أنت ترسم، لكن أنه أنت تكون صح متلقي. فأنا حاولت أرسم شيء ويكون له تأثير، ويكون يلقى خلينا نحكي من القلب إلى القلب، ويتأثر فيه الشخص اللي فعلا بحاجة لدعم. صدى برافو علي. هاي اللوحة اللي رسمتها آخر. الصورة ظهرت كأنه الصورة ظهرت. لا ممتاز. الصورة ممتاز. ارفع أوكي. شوي اللوحة. تمام. فأنا قصد خذها على 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 يسارك، خليها بنص اتوسط الوسط. الكونكشن عم بيقطش كأنه. تمام. اللوحه انا عندي مشكله كأنه في التواصل بالانترنت. لا بس عفوا، فقصدت في اللوحه انه لا ما قلنا شو قصدت. المفروض المتلقي، كل واحد من المتلقين يشوفها وهو يعمل انتربريتيشن. طب فكره جيده استاذ محمد، شو رايك؟ خلي نسمع من شو رايك. عشان انا مشان انه
بدنا نسمع طيب. بدنا نسمع من اخت ميسون طيب. شو رايها؟ يلا. لا ابدا يمكن كانه في لاج شوي بالصوت. بالعكس انا اسفه اذا قطعتك، بس كنت تقول ايش قصدك من الرسمه. فانا عاده يعني لما الواحد يشوف لوحه الفنان كل واحد ممكن يشوف شيء مختلف، فبيخليها التحليل تبعه الانتربريتيشن تبعه هو شو. طب شو احنا خلينا نسمع منك شو اخت ميسون ايش رايك، شو اوحت لك الرسمه اول ما شفتيها؟ طبعا يعني المراه هون ترمز لكندا كالوطن كالبلد. المشكلة انها هي بالسحاب وحواليها ملائكة، يعني كأنه بعيد الشر يعني انتقلت الى رحمة الله تعالى. فأنا شايفتها على انها لوحة لكندا حاملة شعلة امل، مع انها حاطة الكمامة، يعني عم تعمل واجبها انها تحاول تحافظ على نفسها بالوضع الحالي. لكن اذا شايفة منيح اكليل ورد هذا، او مش متأكدة بالضبط اذا هي اكليل ورد هذا أو شوك المسيح، مش متأكدة بالضبط. فهذا تحليلي إنه لوحة عن الوطن ومعاناته الحالية. إكليل ومحمولة على أجنحة إكليل ورد. محمولة على أجنحة الملائكة، ممكن الألوان الملائكة المفروض إنها تعني شيء، ألوان باستيل يعني. فأعتقد إنها لوحة أمل لشيء جميل. عم بيحاول يحافظ على وجوده. أخونا أشرف شو رأيك؟ شو رأيك باللوحة؟ أنا بصراحة اللي شدني فيها الألوان، يعني ألوانها يعني بتخلي الواحد سبحان الله ألوانها جميلة جدا. صحيح. أنا ما طلعت عليها صحيح يعني كتحليل، أنا بس طلعت على الألوان والله اللي اختارها ل اللي لون فيها السيدة أو الطفلتين اللي حواليها، فأخذتني للطفولة. إحنا صغار دائما كنا نشوف الملائكة هيك تصور لنا صغار، فبس ما طلعت على معانيها. طيب أستاذ محمد بدك تحكي لنا عن هاي شيء؟ تفضل. محمد علي تفضل. أنا كنت أحكي وأقصد فيها هي نفس الكلام اللي حكته الآنسة ميسون، بس بالإضافة أنا كنت أعبر فيها عن صمود كندا، أنه عم يحاولوا المحيط والشيء حتى الملائكة اللي حواليها عم تحاول تخليها صامدة وتخليها واقفة، وشايلة بإيدها هي طبعا شعلة مثل ما تفضلت وحاطة كمامة، وهي طبعاً هي كلها أنه أنا سميتها أصمدي كندا، يعني نحن معاكي وأصمدي مثل المرأة اللي هي عم تعاني نتيجة هذا الوباء، والمجتمع المحيط اللي حواليها هو عم يحاول يخليها تثبت وتصمد وتصمد تضلها واقفة يعني. وهذا الأمل إن شاء الله، إحنا الأمل أنه بالمجتمع كله يكون إيد واحدة ونحاول إن شاء الله يمكن نتجاوز هاي الأزمة بخير وسلام إن شاء الله. طيب احكي انا رايي دكتور جمال تسمح لي؟ تفضل تفضل. بعد اذنك. تفضل. يعني انا شفت انه استاذ محمد مشبه كندا بالمراه، لكن مش اي مراه، هو مشبهها بالمراه الفتيه الفاتنه اللي فيها انوثه عاليه جدا، شباب اللي فيها شباب واغراء و و و و يعني شباب فاتن. التحليق تبعها في السماء، انا شايف التحليق هذا ارتفاع ارتفاع، والملائكه بتثبتها وبتهتم بثباتها، بالاضافه صحيح. بالاضافه لاخذها يعني لاخذها الوقايه، الا انه بيحكي انه مش بس الوقايه تعتمد عليها كندا، كندا تعتمد على الوقايه وتعتمد على الامان اللي كانت عملته للناس، والان رب العالمين برجع الهيا رجع الهيا من خلال الملائكه اللي بتحميها. عميق عميق. محلل فني ما شاء الله من وراي بتدرس. انا بس لو يعلمني استاذ محمد شويه المسكه الريشه كيف والله يا استاذ شو كيف بيطلع منك بليغ بتذكروا من ورانا.
طبعا الله يعني عليك، يعني عندك عمق يعني بصراحة بالشرح. هذا اللي انت اوحيت لنا فيه يا استاذ محمد، الله يبارك فيك. الأستاذ محمد يعني رسم لوحات قبل هيك وكانت جميعها يعني من اللوحات الرائعة. بدي أحكي إنه رسم عدة لوحات وساعد أطفال كثيرين في رسم لوحات بيعت في مزاد علني، وتبرع بكامل المبالغ من أطفال لاجئين سوريين قادمين جدد إلى أطفال كنديين في مستشفى الأطفال في كندا، تبرعوا $5,000 من خلال بيع هذه اللوحات. فكان هذا المشروع مشروع عملاق، مشروع مش سهل بالنسبة لأطفال قادمين جدد كانوا يعانوا اللجوء وبيحتاجوا أي دعم، وجاءوا ليدعموا أطفال لا يعرفوهم ولا يعرفونهم، ولكن لأنهم أحبوا هذا البلد فأحبوا أن يعطوه من كل ما يستطيعوا. فبنشكره، هو أعتقد في عنده مشكلة في الكونكشن. من صديقنا القادم؟ فنبدأ بالليديز فيرست. نبدأ في الـ الليديز فيرست. أنت قلت من صديقنا؟ كله صديق. لا لا، قصدي إنه لازم يكون الصديق صديق، بعدين الصديقة بتيجي، ما في مشكلة. كل مولود ذكر، فكل مولود ولد. فيلا ميسون، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم جميعا، شكرا كثير. حكينا عن نفسك أكثر. صراحة يعني أنا فكرت مرتين، ثلاث أربع خمس مرات أطلع أو لا. يعني أنا بحب التعبير بكل أشكاله، وطبعا هذا نوع من أنواع التعبير والتواصل، وشيء كثير حلو، مجهود لذيذ. لكن ما بديش يعني أكون disappointing أو أكون تحت المستوى التوقعات. أنا فلسطينية، فلسطينية الأصل، كندية من زمان كتير كتير كتير، مش هقول قد كان عمري بس إجيت هون، بس يعني صرنا هون 33 سنة، فممكن تقول كنت باللفة يعني تقريبا أو أكبر شوي. فعشت معظم حياتي هون الحمد لله. طبعا العربي كانت لغة نتكلمها بالبيت دائما ونسمعها دائما كتير، سواء أخبار، مسلسلات على الفيديو، وقتها ما كانش في إنترنت طبعا ولا يوتيوب. والحمد لله يعني ممكن يكون أنا ولدت بالسعودية، فطبعا بطبع العيشة هناك تعلمنا كمية من الدين والقرآن، فاللغة العربية كان يعني كنت أحب أسمعها، فالحمد لله رسخت كتير بذهني. ومع أني يعني من فترة طويلة كتير ما بمارسها أو ما بتكلم فيها، بالبيت بحكي مع أولادي عربي أكيد بس بلهجتنا، بس ممكن 25% عربي والباقي ميكس، حتى لأنه أنا عايشة بمونتريال، فمش بس إنجليزي يعني، هو فرنسي أكثر من أي إشي، خاصة وقت الدراسة وهيك. وأنا بصفة عامة بحب اللغات يعني، فصراحة أنه يعني طبعاً على كبر ولحد لما الحمد لله أنا درست بمدارس كان فيها تركيز كتير على اللغة، فكنت أحب أنه طريقة الإنسان كيف يعني بلاقي أنه هو حاسس شوي أنه أنا مش نيرفس بس حاسس شوي on the spot، يعني بلاقي إنه جميل جداً إنه توصل الفكرة بالطريقة اللي عم بفكر فيها الإنسان بتعبير دقيق جداً. يعني ممكن هذا يحكي كتير أشياء أو مثلاً يكتب نص صفحة وما تفهم بالضبط شو عم بحاول يوصل لك كفكرة، لكن ممكن حدا تاني يجي يكتب لك سطر أو جملة بسيطة وتكون يعني poignant to the point، يعني قوية سديدة. ولا فلما أقرأ القرآن الكريم بلاقي إنه سبحان الله يعني والله المثل الأعلى، يعني في بعض الـ الآيات فيها يعني combination of كم من كلمة مع بعض، بس مش ممكن حدا يفكر إنه كيف بنحطه مع بعض هيك ذاته هذا المعنى القوي. فأنا بفع عمي يعني تستهوين اللينغويستكس اللي هو علم اللغة باللغات، ف يعني بلاقي إنه اللغة العربية يعني من أجمل اللغات ومن أقواها ومن مش أصعبها بس من أغناها. طبعاً هذا الشيء كلنا بنعرفه الحمد لله كعرب، وهدفي إنه أولادي بإذن الله يضلوا عم يتابعوا على اللغة العربية. طبعاً الدين والأشياء هاي بتعني لي شيء بالحياة مهم،
لكن حتى لو كانت عنده المعلومات هاي بلغة تانية، أكيد طبعا هذا عند ربنا كويس، لكن نفس الوقت بضل اللغة العربية أسيت، يعني هي ميزة مهمة جدا، وما بدي أهم يفقدوها لجمالها ولندرتها ولقوتها. فأنا بعتبرها أنها شيء يعني لازم نفخر فيه فعلا كوننا كعرب، بغض النظر طبعا عن الأوضاع السياسية والحال في عالمنا، لكن اللغة كلغة عربية بكل لغات العالم معروفة إنها يعني تقريبا تعتبر من هي أصل معظم اللغات. فكيف إحنا نكون من أصل عربي وما نحكيها؟ فهذا الشيء حفزني أكثر إني أقرأ وأطالع ويكون عندي شوية ثقافة يعني. وطبعا إحنا يعني بحكم كوننا فلسطينيين تنقلنا بالبلاد العربية وهيك، فلأننا متعودة على كل اللهجات من كل البلاد، خاصة مصري مثلا، سوري، المغرب العربي شوي أصعب علينا لأنه ما في كتير ممارسة، لكن بحكم عيشتنا هون بمونتريال بنسمعه كتير، لأنه هون في كتير من العالم العربي من المغرب العربي عشان اللغة الفرنسية. فالحمد لله، قصدي أقول إنه حلاوة اللغة إنه كيف إحنا هلأ بس نحكي، ما بنحكي عربي 100% كلياتنا، حتى لما نحكي مع أهلنا وأحبائنا وأولادنا كل الكلام بدخل. ما بديش أطول عليكم بس يعني بالفرنسي بنقول في انجليسيزم مثلا، اللي هي الكلمة مشتقة من الإنجليزية بس هي بفرنسنوها، أوكي؟ فنفس الشيء احنا بالعربي في كتير كلمات نستعملها هي مش عربية أصلا يعني. فما بنحكي عربي احنا كلغة يعني. أنا بحط الجزيرة مثلا أسمع الأخبار، الأولاد كلهم قاعدين فاهمين عم تفهموا، بس أعمل رياكشن إشي هيك، إيش في إيش في، طب مش سامعين مش فاهمين شيء، عم بيحكوا فصحى لأنهم. فبحزنني هذا الشيء، فعشان هيك إنه حبيت إنه يكون عندي أنا على الأقل حفاظ لهذا الكنز اللي أنا بعتبره كنز، كوننا إحنا كعرب وولدنا عربي ما نتكلم لغتنا. ف مثلا اقول انه عندي موهبه اساس، موهبتي زي ما انتم شايفين هي الكلام، يمكن لاني بحكي كثير وهذا كمان يمكن جزء من طبيعه عملي، لان انا بقابل ناس كثير وبشتغل بالمبيعات، فلازم اكون على تواصل وايبل تو كوميونيكيت والاشياء الحلوه. فمن تقريبا 3 شهور انا دخلت على الجروبات هاي وسجلت على المواقع العربيه، ممكن تقول شويه محاوله لاملاء وقت الفراغ وهيك. فاكتشفت انه يعني عم تطلع علي اشياء حلوه يعني، تعليقات بافكار، بلاقي حالي الافكار عم تيجي يعني، مع اني ما بستخدم العربي بحياتي العمليه ابدا تقريبا. فصرت احب اني اطلع على المنابر هاي عشان اكتب بالعربي. مؤخرا الحمد لله من وقت الازمه هاي في جروب تاني عربيه كل يوم تقريبا بيعملوا بث جماعي، واتش بارتي للبرودكاست تبع رئيس الوزراء جاستن ترودو. فعم بترجم معهم وعم بلاقي انه الحمد لله عندي الابيليتي تو سويتش لانجويجز، يعني عندي القدره اني احول من لغه للثانيه بكل سهوله الحمد لله. لساني اخذ على الانجليزي اكثر من اي شيء، وبعتذر انا هذا طبيعه كلامي. ممتاز ممتاز، يعطيك العافيه، هيك شيء رائع الحمد لله. طالما انجليزي، طالما انجليزي بس يعني بتوقع ممكن نستوعب، بس اذا دخلتي معنا على الفرنسي بس لحالي انا اللي بفهم عليكي مين اكس الكلام. لا لا، ما يعني الفرنسي هو الحمد لله انا بجيده وبتقنه جدا، بس هو اكثر لونجاج براتيك يعني، لغه عمليه اكثر من انها يعني لغه الكل يوم والصباح الخير وكيفك وهاف ا جريت داي والاشياء هاي، ما بنحكيها طبعا، بس انه مش اكثر ما نستهلك احنا بطبيعه، انه احنا كنا احتلال بريطاني فباي ديفولت كلنا بنحكي على طول يعني، حتى تلاقي بلادنا كله بيحكي انجليزي تقريبا، كله عنده فكره شو ما بتلاقي حدا. بدك تسمينا ايش اليوم؟ بدك تسمينا حاجه من اللي كاتباهم، ولا بدك تضلك تحكي لنا عن اللي كاتباه وما نسمع ايشي؟ بتسوى فينا. مش عارف والله صراحه صراحه صراحه، يعني انا من الناس اللي عم بشتغل من البيت، فانا شغلي ما وقف الحمد لله، ما لحقت احضر شيء وجيت اخر تكه واخر لحظه. في أحيانا بكتب عن أشياء فكاهية، بس الشغل اللي لقيتها لأني ما بدون بس بكتبها وبتروح هيك يعني، ما بيهمني إني أحفظها يعني. طبعا أنا يعني
33 سنة منقطع عن التعليم العربي ولا بعرف شيء لا باللغة كنحو قصدي قواعد أو شيء. ولا فإذا يهمك في عليه. أخطاء وفي حدا فيكم فطحل بالعربي يعني please keep that in mind. خلص بعمل سايلنس انا. لا لا فطحل طب استنى اسمع لك بس تغلط. كتبت مرة شغلة على التعليق كان على منشور حدا كان عم يخبر معلومات مغلوطة. فصار في حوار وكتبت تعليق واجى التعليق على شكل ما بعرف اذا بتسميه نثر او سجع او شيء من هذا النوع. فحاول اقراه بصوت واضح لاني شوي نيرفس. بين الحقيقه والكذب خيط رفيع كل يغني على ليلاه وبالقصه يشيع ومن كثر فن الكذاب بالكذب بتضيع بيسبقك بالقصة لنسخته هي اللي تبيع وبين تبهير ومبالغة وترويع وزيادة تشويه الحقيقة والتنويع ولا الحذف والإضافة والترقيع بتروح يا عيني على الصادق وعلى السريع بلاقي حاله مهموم وضحية صريع أحسن شيء إذا ما بده يلحقه يبعد عن القطيع ويقول حسبي الله العليم السميع. That's it. الله 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 اتس نايس nice. مالك ما مستحيل هذا اول ما شطح نطح بتعرفي المثل هذا اكيد يعني هذا اللي لقيته يعني غير المدفون بتعرفي المثل هذا يعني قال ايش بتحكي لك عارفه كده 33 سنه وصار لها ساعه بتحكي لنا انه وخايفه لما بتقرا يعني احنا يعني ايش نعلق ما شاء الله يعني نص يعني. نص رائع طبعا هذا نص جاي ميكس ما بين الفصيحه وال انا كل كتاب بالعربي والمحكيه ولعلمك احكي لك شغله طه حسين عميد الادب العربي في يوم من الايام كتب انه يجب ان تتحول او يتم معالجه اللغه العربيه بشيء من الكلام المحكي علشان الناس تستوعبه وتستطيع انها تتكلم فيه يعني تتطور اللغه بحيث انها تتعامل مع الكلام المحكي بشكل أكيد. اكبر اصلا في قواميس خاصه عملت لهذا الشيء كنا عم نحكي عن الانجليسيزم هلا بالفرنسي كل سنه الروبير الديكشنري تبعهم بس يطلعوا القاموس بيحطوا فيه كل الاضافات هاي لانها صارت جزء من اللغه المستعمله وبالعربي ما بعرف شو هي كلمه التانجلوز او التعريب الانجليزي بس لما نحكي انه انا منرفز انا للعلم يعني بس في القرآن القرآن نفسه استخدم كلمات غير عربية في القرآن يعني استبرق كلمة غير عربية أكيد طبعاً أكيد في كلمات فارسية استخدمها لكن المجتمع صار يستخدمها فصارت جزء من حياة المجتمع فاستخدمها القرآن بلغة فصيحة طبعاً ما يمكن واحد يقول القرآن لغته مش فصيحة أكيد طبعا معظم يعني مشاهير الكتاب يعني أنا لي قراءات بسيطة بصلاح جاهين مثلا يعني أحلى كتابات كلياتها كتابات بلدي زي ما بنقول وأحلى من البلدي ما في يعني لأنه يعني نبض الشعب جميل 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 فهاي مشاركتنا لليوم أرجو إني ما أكون أخذت تسلمي رائعة رائعة الله يخليك شرفتينا بارك الله فيكم شكرا لكم بترك لك الميكروفون دكتور جمال عشان تبلش بالمتمرد حبيبي تركتني لأشرف طيب المشكلجي أشرف أنا مش مشكلجي الميوت أشرف الميوت المشاكل أنا لا أشرف لا ما بحب المشاكل ولا مشكلجي زلمة بحب الناس كلها ما بحب هذا يزعل مني طيب كيف حالك أول شيء أشرف شرفتنا الحمد لله خليك حالكم الله يعطيكم العافية وشكرا على هاي الاستضافة حبيبنا كيف تورنتو اهلا ان شاء الله كلهم بخير والله الحمد لله كله تمام الحمد لله امورنا تمام كل شيء تمام انا كنت بتعذروني بس لانه عم بحاول الاقي قرنه في البيت بعيده عن الضجه انا بستغرب لما تقول ورك فروم هوم يعني انتوا كيف تشتغلوا من البيت يعني تتحملوني انا مش من ساعه ما دخلت السياح والنطنطه والاردنه فعم بحاول الاقي مكان اتخبى فيه يعني فسوري اطلع يعني معلش يا اشرف بدك تعذرني بهاي ها يعني ها. انت بتحكي لي عن السياح والاردني طبعا بتحكي عن اولادك ما شاء الله عليهم الله يخلي لك اياهم ماشي وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مر من جنب بيت فلقى الاولاد بيصيحوا وكذا فقال هذا بيت حي ماشي فانت بدك تعذرني لانك انت اصلا
دائما مسالم اكثر منهم. وين ما توجد لازم تطلع الصوت وتعمل هالحركه والحيويه هاي، حتى شغلك فيه خبط ورجع وشواكيش و... فما تحكي لي انك انت متعود على الشغل الهادي والسبات يعني. لا لا اصلا انا اولادي لما بشوفهم هادين بحب دائما يكونوا بنطنطوا يعني، ما بصيح عليهم بالعكس يعني، بس بقول بستغرب لما بتقولوا انتم بتشتغلوا من البيت، انا مش داخله مخي كيف تشتغلوا من البيت يعني. يعني والله انا قاعد في الـ في الـ في الفيرنس روم عشان بس اخذ شويه برايفسي يعني. اشرف اشرف بلاش اولادك هلا يعملوا لك بلوك على الفيسبوك. لا ما عند ما عندهم ما عندهم بس بحبوهاش الفيسبوك بكثر المشاكل اللي عليه. في واحد بيسأل بقول لك اسأله أشرف كم واحد عمل له بلوك. أوه آلاف. يا سيدي أهلا وسهلا فيك، احكي لنا عن موهبتك الجديدة التمثيل والمسرح. أنا والله لا موهبة المسرح، أنا محمد هارون مرة حط إعلان قال مين حابب يمثل أو وفا رميلي، فقلت لها أنا، بس لظروف الشغل والتدريبات فما تمكنت أروح إلا مرتين بروفا وما كملت معهم، ما تمكنت اني اكمل معهم عشان شغلي، فاعتذرت من محمد هارون وما كملت معه. بس يعني موضوع المواهب، انا مش محضر الحلقه، حتى محمد بيقول لي اطلع بسحب ضحكه وكنافه وما كنافه، فقلت له لا انا ما بدي اجهز، خلاص خلينا نحكي هيك على السبحانيه يعني على البساطه، فما جهزت حالي. فموضوع التمثيل هاي ما في تمثيل، بس في عندي يعني سكتشات، احيانا بطلع ستاند اب كوميدي، شغلات خفيفه هيك مع الناس الحبايب الكلوز فريندز يعني، اما ما بطلع قدام جمهور كبير، ما صعبه يعني، ما بعرف طبعًا. بس بشكل تفضل. طبعا هي اللي قام فيه الاستاذ محمد هارون يعني شيء يفتخر فيه انه ينقام مسرح عربي، واحنا عارفين قد ايه صعوبه المسرح خاصه في المهجر، فيعني هاي من هون بنقدم له تحيه كبيره، هو كاتب وشخص راقي ومعروف، فنقدم له تحيه من برنا هون. بس اشرف طيب انت بتقول عندك شويه ستاند اب كوميديز، ضحكنا شوي، اعطينا نكته شيء. صعبة هاي يعني، بدها ستاند اب، بدها مش انا مش يعني بدها تكون يعني مجهزه، هاي صعبه شويه صغيره يعني. مره كان في شمال الاي سي فوتنج وطلب مني في راسم ليش اطلع، وطلعت شو احكي، بس الكلام بيجي لحاله بس تكون مرتبه يعني. فانا لو بدي احكي هلا تقول لي احكي، بحكي لك عن كل شغلات يعني، جاريتنا ملانه قصص وملانه مليانه مشاكل، مليانه احداث، مليانه نجاحات، مليانه اخفاقات، مليانه فشل، و20 سنه الي في البلد هون، ولاني بسمع وعلاقاتي منيحه مع الناس وبكتب، فكتير في واحد بيقدر يحكي في قصصنا ومشاكلنا. فدائما انا شو يعني دائما بقول ركزوا على كندا يعني، لما اول ما تعرفت محمد اخونا محمد تميمي والشباب كانوا مبدئيا يحكوا في بلادنا يعني، بس محمد عنده قاعده انه تعالوا نشتغل في كندا، تعالوا نشتغل على الناس اللي في كندا، تعالوا نشتغل على الكوميونتي اللي في كندا، هو اللي اعطانا الدافع انه كلياتنا يعني او على كثير منا يتوجه من التفكير في اوفرسيز في كل واحد في بلده ويصير تفكيرنا هون يعني. امبارح او امبارح وامبارح واحد يقول وزير الصحه مش عارف شو مش عارف ايش، فانا طلع عليه شو وزير الصحه، قعدت دخلت على الاونلاين ادور على وزير الصحه، تقريبا يحكي عن وزير الصحه اللي بالاردن، يا عمي افصلوا يعني، تقول يا عمي قول وزير الصحه في الاردن، انت عايش في كندا وبتدفع ضرائب كندا وبتاكل من خير كندا وبناكل من خير كندا، ركزوا في كندا، سيبكم من البلاد لا تكونوا مشاكل. الو تفضل تفضل. اذا في مجال خلي السته خلي فانا البوينت تاعتي دائما حتى لما بكتب يجوز بتلاحظوا انت بكتب انا في الهم الجاليه العربيه في كندا، احنا عندنا هون كثير مشاكل نحكي فيها، عندي 5000 مشكله احكي فيها، ليه انا ضلنا احكي في وضع يعني الشغله بدها يعني تاسيس او بدها اصرار او بدها نيه انك انت تتوجه نحو الجاليه العربيه هون، انا كابن جاليه سواء انا ولا انتم كابناء جاليه، انه يعني لسه السوري عايش في سوريا، الاردني عايش في الاردن، فلسطين عايش في فلسطين، طب يا عمي ما احنا عندنا هون حياه، بدنا احنا فشلنا هون كمؤسسات وكجاليه، فشلنا لانه اللي اجوا قبلينا ما بنوا لنا،
واللي احنا هلا مش عم نبني للرجال بعدينا، على عكس الايطاليين البولش الايرش كلهم بنوا مؤسسات وبنوا يونيونز وبنوا وبنوا وبنوا، الا احنا، احنا بالعكس بنيجي بصير كيف بدي اصيد اشرف عشان اضحك عليه واخذ $10,000 منه مش عارف ايش، كيف بدي اصيد فلان، كيف بدي اضحك على فلان، كيف بدي ابيع فلان شغله. يعني تفكير لساته تفكير الثلاث وراءات اللي عايشينها في البلاد هناك، بيجي هون الواحد بيجيبه معاه، وحتى بكون له 10 سنوات و20 سنه هون، وانا بعرف كثير ناس لهم سنين وسنين هون، هم قله قليله من الناس اللي عايشه هون من جاليتنا همه على المصلحه العامه، دائما المصلحه الاولى الخاصه، مش مشكله تكون مصلحتك الخاصه وانا مصلحتي الخاصه، بس انها تكون 95% مصلحه خاصه و5% مصلحه عامه، واجت والله الله يحرقها لا اجت، هذا هون الدمار. فاحنا انت بتجر الجاليه كلها لورا. فكروا من منطلق، يعني كم مره بدي اكتب مثلا بنهايه 2019 اني اقول شو حققت، فانا قلت اللي حققته اني ساعدت 15 واحد يلاقوا شغل، ساعدت اثنين يبنوا بزنس، فساعدت الثلاثه اربعه يدخلوا على خط الكونتراكتنج اللي هو يبنوا بيوت، يشتروا بيوت ويبنوا بيوت ويهدوا بيوت، فساعدت ناس. انا هاي بقول انجاز، اما انا يعني اوكي احنا هلا هون الحلقه هاي عن موضوع المواهب، بس مواهب كثيره يعني بالنسبه لي يعني مواهب عاديه، يعني ممكن اكون بكتب مساعده يعني الاخرين، هاي موهبه يا اشرف، هاي موهبه مهمه مساعده الاخرين، هاي هاي موهبه مهمه طبعا طبعا، يعني هاي اصلا مش موهبه، هاي واجب ان انت تساعد الناس، تقول لهم يا عمي هي اللي انا ما لقيته انا بقدم لك اياه، او انا على المؤاخذه لما ما بخسر لما اجي الاقي اقدم لو انا اقدم لواحد كلمه اقول له روح اعمل هون او سوي هون، ومن خلال كلامي ينطلق، احاول انا ما اعطي المعلومه الغلط، اقول له لما يسالني سؤال اقول له يا عمي سؤالك بده ريل استيت ايجنت روح اساله، بده وكيل عقاري بده موركش ايجنت روح اساله، ف اني اعطيه دايركشن مين يسال، يعني واحد بيسالني سؤال قلت له اليوم بقول لي زوجتي صار معها مشكله بالسفاره هيك هيك والفيزا تاعتها انتهت، قلت له كلهم بيعرفوا عندهم مشكله في كورونا، هاي ايميل مين الام بي بمنطقتك، بقول لي في منطقه مش عارف شو، قلت له منطقتك اسمه بيتر كونسيكا احكي معه ابعث له ايميل اشرح له مشكلتك كذا، يعني انت تعمل دايركت للناس، هاي هي انجاز، هاي هي ليش اقول موهبه، بس هاي ده واجب علينا احنا كابناء جاليه قديمين موجودين هون. طيب انا معلش بدي ادخل بشكل مختلف، لاني بعرف اذا فتحنا لك الموضوع هذا انت يعني ممكن ثلاث ايام ما تخلص فيه، وعليك اصلا مشاكل كثير اصلا واشارات استفهام كثير، انك عدو للجاليه العربيه لانك ما بتطلع الا المشاكل وما بتسلط الضوء الا على المشاكل، وتارك المحاسن اللي موجوده كلها، نفسنا مره نشوفك كتبت بحسنه واحده مع انه مليان الحسنات في العالم العربي والمجتمع العربي معنا، يعني في عندك امثله كثير، انا ممكن اعدل لك الان اسماء ماشي متمتري يعني مغروسين غرس في 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 كندا ما حكيت عنهم ولا مره، يعني حتحكي لي والله الواحد بيسلط الضوء على المشاكل وبيبعد عن الاشياء البوزيتيف لانه هيك المفروض تكون، بس احنا صرنا نحس انه اشرف يعني بس بيقتنص المشكله وبيكتب عنها ماشي. اليوم احنا بدنا نسالك عن موهبتين ماشي. الموهبه الاولى لما انت بتكتب، حقيقه انا شخص قارئ جيد في الادب العربي ماشي، وبعرف اميز بين الكتابات، الكتابات تبعتك بعيدا عن المحتوى لان انا في عندي اعتراضات على بعض الاشياء في المحتوى وانت عارف، لكن الاستراكشر تبع الكتابه نفسه استراكشر قوي وسهل ممتنع، يعني انت بتكتبه بسلاسه وبتخلط ما بين اللحظه اللي بتكتب فيها الكلام المحكي واللحظه اللي بتكتب فيها الكلام الفصيح بشكل ما يحسش القارئ فيه انه في تباعد في فجوه صارت، وبنفس الوقت بتعطي فكرتك بطريقه ساخره حتى اللي ضدك بيضحك، يعني حتى اللي انت بتحكي عنه وبتستهزئ فيه بيضحك على بالكلام اللي انت كاتبه. طيب الملكه هاي من وين جبتها؟ من جدتك ولا من جدك؟ بدي اعطيك اختيارات، من جدتك او من جدك او من المدام ايوه، او من انت قرات قصه وروايه ساخره.
اولا هاي شهاده اعتز بها انه انت تقول لي انه كتاباتي بتشدك، الحمد لله رب العالمين. وانا حقيقه بعتز فيك اشرف. الله يخليك يا رب. انا اول ما بلشت اقرا مغامرون الخمسه تختخ وبعدين بطوط وميكي ماوس، فانا بنصحكم تقراوها عشان برضه يصير عندكم. بعدين بدك انت على موضوع الكتابات، انا بكتب دائما بمدح بقول فلان انجز، فلان عمل، فلان سوى، ولكن ما بعطيها 20% من كتاباتي عن الانجازات العربيه وباقي 80% عن المشاكل، لانه احنا عندنا في 5000 مشكله نحكي فيها. في عام 2002 انا ليش بكتب دائما بالمشاكل؟ في عام 2002 التقيت في احد موظفي اعتقد بيشغل في الخارجيه او في الهجره في مكتب كارولين باريش. كارولين باريش كانت ام بي في منطقه ميسيساغا عن حزب الليبرالي، وكان مدير مكتبها الجاس حزينه، وكنت رايح هناك مشوار، ما بعرف انا التقيت فيه عنده، التقيت فيه المنطقه هناك، التقيت فيه معاه، فسالت له سالته قلت له سؤال، قلت له انتم كنظام كندي كيف تسمحوا بالناس اللي عايشين في السعوديه والخليج وهذا يجي على كندا يقعد شهر شهرين يعبي على اقامه ويحمل حاله ويرجع ويعبي على تشايلد تاكس ويعبي على جنسيته بعد 3 سنين ويحط عنوان هون وعنوان هون ويضحك عليكم ويتخوت عليكم وانتم زي الهبل؟ ما قلت له زي الهبل يعني، لانه قامه كبيره كان، بس معناته يعني انتم هبل. فبقول لي no I don't think so what are you talking about. قلت له اوكي. 4 years later ب 2006 لما صارت حرب تموز اكتشفوا الكلام اللي انا حكيت له اياه ب 2002 صح. اخوتنا اللبنانيين حسن وحسين واحمد ومحمود وخليل عايش في لبنان من 4 5 سنين باخذ شال تاكس وباخذ بولفير وباخذ ديسابيلتي، وهو حقيقه عنوانه في لندن انتيريا وعنوانه في مونتريال وعنوانه هون. They crush the system. فانت تيجي تقول لي اكتب بالشغلات الايجابيه، بكتب الايجابي بس ما انا عندي في 1000 شغله سلبيه. اخواتنا الفلسطينيين نفس الشيء، بيجي الواحد بيعمل اقامه هون وبرجع، ما هو هذا كله من دمي وتعبي وتعبك وتعبها وتعبه، انتوا نفسكم انتوا تدفعوا الثمن قاعدين، احنا عم ندفع ثمن اخطاء جاليتنا. الجاليه العربيه غيرت 4 قوانين كنديه هدمتها من الزيرو بنوا لنا اياها كمان مره من تحت راسنا احنا. الجاليه الصوماليه بالتسعينات لما اجوا كان الواحد عامل 10 عناوين هو وعائلته في وينيبيغ في مونتريال في اتورونتو في هذا، ياخذ 10 ويلفير مش هو لحاله، هو عائلته وصاحبه من وينيبيغ يجي على عنده هون حاط عنوانه يقصوا. لما اكتشف الحكي هذا الحكومه الكنديه كانت ملايين الدولارات رايحه منها، هدموا نظام الويلفير. مين دفع الثمن؟ دفع الثمن الناس اللي بيحتاجوا المساعده. بدك تقول لي ما تكتبش، انا لو بدي اكتب انا كثير بشغلات انا بكتبها بتضايق ناس، بس مش كله بكتبه، بكتب الشغلات لا. نفس الشيء على الفلسطينيين، نفس الشيء على اللبنانيين، نفس الشيء على السوريين. الجاليات العربيه بتيجي من بيئه جيعانه، تيجي هون بدها تاخذ قد ما تقدر، خذوا بس يا عمي خلوا فسحه للاجيال القادمه، انا ما تدفع تمنى احنا ندفع. هلا تعال انت حط غير عنوانك من منطقه لمنطقه، لانه في اخطاء جاليه قديمه بدقروا عليك. محمد واحمد محمود عندهم مشاكل هون في السيستم، فانت بتقول لي ما تكتب، يا يعني ما بدي اكتب، بس في عندنا كثير شغلات لازم نحكي فيها، لازم نكتب فيها، لازم ننوه عليها. يعني شوف يا اشرف، اول شيء طبعا الكلام اللي بيحكي فيه اشرف هذا يمثله شخصيا، وبغض النظر اذا احنا كنا مأيدينه او معارضينه، لكن انا واحنا لقائنا زي ما حكينا هو لقاء في المواهب، وسؤالي كان واضح وصريح في من وين انت تلقيت هذا الفن. لكن تعليقا على اللي انت حكيته، بس انا بحب اقول لك شغلي، بجوز انت قبلي في كندا، لكن برايي ونصيحتي انه انت تحتاج انك تنظر للمساله برضو من زوايا مختلفه مش من زاويه واحده. يعني مثلا العربي اللي جاء على كندا وكندا جابته از سكيلد وركر وطلبت منه انه انت مرحب فيك ولك شغل، واكتشف وتفاجأ انه كندا مش مجهزيت له شغل وصعب انه يشتغل، فاجأته بالسكيورتي كليرنس وفاجأته في المرات في الفرنش وفاجأته بالكنديان اكسبيرينس، فاجأته باشياء كثير، وجد حاله انه يا بيضل موجود على الويلفير يا اما
بده يقعد من غير اكل وشرب ويستعطي الناس، او انه يشتغل في اعمال هو اصلا ما اشتغلها في حياته وبده يبدا يتعلمها من الصفر، وهي بالاخير عباره عن اعمال خدميه هو بيعرفهاش بتقنهاش، فبيضطر في الاخير انه اول فرصه بتيجي له خارج كندا انه يطلع يشتغل فيها. هذه الامثله بجوز تلاقيها من 70 ل 80% من الامثله اللي انت ذكرتها. الامر الاخر العربي، احنا انت بتقول العربي بتكلمها بيعمل هذه الاعمال، لكن حقيقه اكتشفنا بعد فتره انه مش بس العرب. يعني انا بس علشان تكون في الصوره، انا اشتغلت اول ما اجيت مع مساعد للصينيين في التشاينيز سنتر، وكان في واحد موجود امبلوير وحكى للناس بشكل واضح وصريح، انا عارف انه الكل بيدور على الكاش علشان موضوع الويلفير والامور هذه كلها، وانا بالعلم حكى لهم انا حدفع لكم بالكاش. اوكي، فالمشكله اللي انت شايفها هي مشكله عربيه، هي حقيقه مشكله كنديه مش مشكله عربيه. نرمي المشكله في حضن العرب انهم هم المثال الوحيد، في الحقيقه العرب مش المثال الوحيد او بعض العرب. انا ما قلت مشكله عربيه، انا قلت انها انا بكتب في مشاكل انا شايفها، ولكن أشرف انا بس علشان هي مش هتكون سجال، بس انا عشان احكي لك شيء. انت حكيت انه العرب ادوا لتغيير القوانين، لا، هو قصور القانون ادى لتعديله، الثغرات الموجوده في القانون ادت لتعديله. بجوز هذا الوصف يكون ادق شوي. طبعا انت ككاتب ساخر والسخريه في دمك، فلازم تطلع حكايه، والحكايه بده يكون في لها رموز، بده يكون هو شخصيات، والشخصيات هذولا حسن وحسني وويليام وشكسبير. أنا شاعر، دخلنا في الاتجاه المعاكس يا شباب، فخلينا نطلع نرجع للمواعظ. خليني من الموضوع كله. بدي أخذكم من الموضوع كله يا تو. بدي أحكي لكم قصة الشعر أنا كتبتها هذيك اليوم على موضوع الكورونا. تفضل. خلاص، لأنه أنا سمعت أختنا ميسون عم تحكي بالشعر، فتذكرت إني أنا شاعر يعني، فحبيت. أنا في واحد بعت لي بقول بيت شعر، فكتبت أن كملته. قد قالوا وكنت أعشق قبلا لحن عطستها، وصرت إن عطست ينتابني الهلع، وكنت إن قالت أسمع لقولتها، والآن إن نادت أنصاب بالفزع، وكنت إن همست أنصت لهمستها، والآن إن صاحت بالكاد أستمع، وكنت إن نظرت بالرمش تذبحني، والآن إن عبست لا أبتغي الدلع، وكنت إن نامت بالحب أغبطها، والآن إن قامت ألتف بالجزع، وكنت إن غنت نوما ألازمها، والآن إن عزفت لحنا بلا سجع، وكنت إن ذهبت أشتاق عودتها، والآن إن غابت لا فرق ترتجع. فهاي بس حبيت أنا أشارككم فيها. شكرا. أنا عارف إنه أحسن. بس انا بدي اساله استاذ علي. استاذ علي، يعني انت، انا اللي سمعته عنك انك بتحب القراءه. انا قراءه. نعم. الكتب. نعم. هل استفدت من الكتب المجانيه الموجوده اونلاين اللي صارت تنزل الان اونلاين؟ نعم، الكتب الالكترونيه اضافت جدا رائع طبعا، بالاخص اكو كتب يعني نعتبرها نادره ما موجوده داخل مكاتب البيع وهاي، فنقدر بسهوله نحصل عليها بكتب الكترونيه، تنزيل سهل، وقت قراءه الوقت اللي يعجبك، اي مكان تريده، يعني ما تتقيد بكتابه وحجمه وهاي، يعني في المواصلات، باي مكان انتظار طبيب، هاي تقدر تطالع تقرا تطور نفسك تبحث. صراحة هذا وقتنا جاي، يعني اللي أشوفه قليلين يعني يطورون نفسهم، يعني يكتفي أنه أخذ شهادة اللي أخذها راح تفيده أنه كوظيفة أو كعمل، لكن هو ما يطور ذاته، ما يطور نفسه، يعني يكتفي أنه هذا وصل مرحلة بالعلم
توقف، بينما هو العلم بحر المفروض ما يتوقف، مستمر لا متناهي. المطالعة حلوة، وبالأخص البحوث، وحاليا أنا أتابع دكتور جمال ودكتور علي الوعري معلوماتهم حول فيروس كورونا والدراسات اللي ينشونها، للأمانة جدا استفاد منهم يعني، ومشكورين ما بطلنا من هذا الجانب. وأنا هم حاليا صار عندي هوس علمي بهذا الموضوع، أبحث عنه يعني تقريبا أخصص باليوم 5 إلى 6 ساعات أبحث عن هذا الموضوع، بالإضافة إلى قراءة كتب تحليلات مواضيع حول الفيروسات، وهاي يعني الأمر جميل صراحة. شلون هواي طيب صراحة. طيب إلك إلك بالغناء، إلك إشي بالمواويل العراقية تعطينا إشي هيك الناس كلها لا بدها إشي؟ صوتي ما يساعد. آخ العراقيين أنتوا كلكم صوتكم يعني طلع، أيوة بس طلعتوا ناصر الغزالي وكاظم الساهر، ما تقوليش يعني هذا صوتي ما يساعد. أكيد أكيد ولا ما موال يساعد. صغير ولا موال صغير. أبد 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 والله ما يساعد صوتي أبد في الموضوع. طيب نشكرك، نشكرك بوجودك معنا. شرفنا بمعرفتكم أساتذتنا الأعزاء، وكانت فرصة أنا سعيدة. بدي أسأل سؤال مفاجئ ومباغت، تسمحوا لي؟ تفضل اسأل. سؤالي المفاجئ والمباغت للدكتور جمال، إيه. اللي هو عن مواهبه خلال فترة الحجر هاي. طبعا أي ما قال احنا شفنا من الدكتور جمال نقاشات متعددة، جزء من تخصصه هاي وجزء من اهتمامه المعتاد، يعني أتحفنا بتوجيهات كثيرة للفيديوهات الفيك فيديوز اللي كانت تطلع، والمعلومات الغلط اللي كنا يعني توصلنا، وأحيانا بجوز بعضنا وقع في الشرك فيها، وإجاء توجيهات إنه هذا غلط وهذا مش مزبوط وهذا مش صحيح، وبدأ شوي شوي يتلمس، لكن فعليا هذا الدكتور عمل فيه يعني خليني أحكي حملة قوية وشعواء في الوسط العربي ومن حوله، في توجيه الناس أنه تلقى معلوماتك من المصادر الموثوقة المعتمدة، وحتى لو بتغلط هذه المصادر بتراجع أخطائها وبتطورها. هاي استفدناها تعلمناها وإحنا بنشكره جدا عليها، لكن يعني كمان بيهمنا نعرف خلال ال 14 يوم دكتور جمال، الأسبوعين هذول، يعني إيش تعلمت فيهم مواهب؟ والله في مواهب كثير صراحة، عم تطلع مواهب كثير. أول موهبة الأكل، يعني صرت أبدع في الأكل، كنت آكل 3 مرات صرت آكل 7 8 مرات. غسل السيارة كنت أغسلها كل شهر مرة، هلأ بالأسبوع 4 5 مرات، مع إنها ما بتمشي السيارة واقفة. لا صراحة يعني من الشغلات اللي استفدت منها المواضيع هاي الحوارية، يعني أنا ما عمري في حياتي ما طلعت عملت نقاش وحوارات مع ناس لايف، لكن وجدت إنه فعلا إحنا بنحتاج إلى شيء زي هيك، وإن شاء الله نطور هذا الموضوع إلى ليفل أكثر. تعرفت على ناس كتير خلال هاي الفترة، في overwhelming من الواتساب والفيسبوك، لكن أتوقع إنه بدأت توصل الرسالة إنه إحنا لازم نتأكد من المصادر تبعتنا، لأنه في ناس كتير للأسف هدفها وهمها نشر الكذب والأقاويل، وقد يكون هناك رسائل مدسوسة في الداخل يعني تشوه شعوب أو تشوه قامات يعني نحن بغنى عنها. وللأسف يعني أنا بحكيها علناً، في أحد الفيديوهات اللي وصلتني من إنه شيخ كان بيحكي إنه الموضوع الكورونا كان موجود في القرآن، استفزني الموضوع كثير، عملت عنه فيديو، بعدين بعض الأصدقاء حكوا لي لأ هذا الفيديو مجتزأ. شوف لوين حتى وصلوا إنه بيجتزئوا بعض الفيديوهات عشان يثيروا ناس أو يضحكوا على عقول ناس. فعلا رجعت للفيديو، لقيت الفيديو هذا الشيخ في هذا الجزء يجتزئ، وطلعت واعتذرت لأني أنا أخطئ، أنا بشر وجل من لا يخطئ، واعتذرت من جميع الأشخاص
وبعثت رساله ما بعرف وصلت ولا لا للشيخ نفسه، مع انه ما توقع انه شاف الفيديو، لكن وجب انه اعتذر له، لانه اللي بغلط لازم يعتذر، وهذا جزء من الثقافه اللي لازم نتعلمها. فتوقع هاي الشغلات اللي تعلمتها يعني الحمد لله. الله يبارك فيك، يعني فعلا هذا هاي من صفات الرجال، الرجل اللي بيعرف حاله انه عنده شجاعه انه يخطئ أكيد. وعنده شجاعه انه يعترف بخطأ. أكيد. احنا بجوز وصلنا الى نهاية ال انا بس دسأل سؤال. نعم. دسأل سؤال اخونا محمد علي. نعم. استاذ محمد، انا بعرف انه استاذ محمد سامعني؟ ايوه، عنده مشاريع كتير، فهل هناك لديك اي مشاريع؟ هل تجهز لمشاريع قادمة ان شاء الله؟ اعتقد في مشكلة في الصوت، مش سامعين. نعم، في مشكلة في الصوت. طيب هلا سامعني؟ سامعني؟ ايوه هيك تمام. ايوه طيب ممتاز. هلا انا مجرد اقتراح، يعني بصراحة المشاريع الفنية كثيرة، لكن بشكل عام الوضع غير مناسب لأي معارض. انا ما بدي اتكلم بالفن بشكل عام، بدي أتكلم عن إحنا كجالية عربية. يعني بصراحة أتمنى من الله عز وجل إنه نكون إيد واحدة، وبصراحة يكون لنا دور كبير ومساهم بهذا الوضع الحالي. ما بنكون دائما خلف الناس، دائما لازم نكون بالمقدمة، ولازم نبدي كثير مبادرات من الجالية العربية. أتمنى نكون فريق بشكل عام من كل الجنسيات، ونحاول نشتغل شيء لهذا البلد، خاصة بهالمحنة. إذا إحنا ما اشتغلنا في هالمحنة، إمتى راح نقدم شيء لهالبلد؟ هذا السؤال اللي، وخاصة إحنا اللي اجينا من ظروف لجوء وظروف صعبة، يعني بصراحة نقدر أي شيء ممكن، أي شيء نحاول نقدمه لهذا البلد اللي ساعدنا وساعد أولادنا وساعد أطفالنا وساعد عائلاتنا. فلذلك أتمنى يعني رجاء إنه لو دكتور محمد مبادرة تكون جماعية، نحاول نترك بصمة خاصة بها الجائحة الموجودة الآن. أحسنت والله. يعني أنا أقدر لك ما تقوله، وأنا عارف أنت من الناس اللي نفتخر فيهم، وأتوقع أنه كل سوري يفتخر فيك وكل عربي يفتخر فيك، لأنك لم تكن أبدا يوما تنظر إلى الآخرين إلا أنهم بشر، وتعشقهم لأنهم بشر، وتحبهم لأنهم بشر. يعني اللي بعاشر الأستاذ محمد بيقول تسلم البطن اللي جابتك والرجل اللي رباك. يعني تسلم، الله يحفظ لك ياهم يا محمد. هذا من لطف. وشغلة ثانية بس، أنا أشكر هالوجود الطيب اللي حضرت المدام ميسون والأستاذ علي والأستاذ محمد التميمي، ما شاء الله عليك، والدكتور محمد اللي كان له بصمة كبيرة. بصراحة احنا ما وصلنا هالمواصيل ولا أنجزنا هالإنجازات، والدكتور محمد يعرف تاريخنا شو عملنا. يعني أنا أعتقد في كونكشن. أنا تفضل من استمر سامعني دكتور محمد؟ ان شاء الله الان سامعني؟ ان شاء الله سامعك سامعني؟ يس. ف محل عم تقدموا شيء، وبصراحه شيء مشرف للعربيه كلها يعني. ونحن معك ان شاء الله، ونحن فخورين فيك دكتور محمد على الشيء اللي عم تساوي. وانت تحدثت عني كثير، بس انا بعرفك اكثر واحد، وانت تملك قلب طفل، قلب انسان طيب جدا. الله يحفظك. وصلنا ميسون سخية. يعني انا بعرفك دكتور محمد. الله يحفظنا، الله يبعد عنا الخير شر ان شاء الله اولادنا. اخت ميسون، بدنا نسمع كلماتك الأخيرة، إيش بتحبي تحكي بخصوص الحال اللي إحنا فيها؟ صراحة يعني أنا من منطلق عملي، طبيعة عملي،
في علينا يعني ضغط رهيب، مثل كيف أول ما صارت كلام جدي بموضوع الحجر الناس تدافعت على الأسواق بالطريقة المخيفة اللي شفناها، التدافع والتوافد على المشتريات من نواحي الحلول التقنية خاصة للناس اللي عم يشتغلوا ريموت وركرز كلياته. I'm busy, go away now, quickly now. عفوا. كان يعني بنفس الشراسة ونفس الضراوة، وصراحة يعني شيء رهيب. يعني السوق تقريبا تفضى من ثلاث أرباع الإيكوبمنت بفترة كتير سريعة. فالحمد لله يعني أنا بحكم شغلي يعني بتعامل مع شركات بمناطق يعني حساسة أو بمجالات حساسة، فكان كان لي دور نوعا ما. صحيح انه هو عملي، لكن طبعا الناس كانت مستنفره، يعني مش كل الناس كانت عم بتكون يعني رائده بالمجال هذا. الحمد لله انجزنا كثير وحصلنا على الاسنشال سيرفيسز. احنا اصلا يعني نوع عملي له علاقه بالديزاستر ريكفري اني واي، سو اللي هي متابعه العمل وقت الازمات بيسكلي. فالحمد لله يعني ممكن اقول لك انه طبعا هذا الشيء من الناحيه العمليه، لكن صراحة طبعاً ومن غير ما نعيد محتوى ثلاثة أرباع المنشورات اللي عم نشوفها على الفيسبوك، إنه كأمهات الضغط علينا كتير كبير. يعني أنا أم سينجل، ما بعرف كيف سينجل واحد بيقولها بالعربي، مش إنه عزبية ولا إنه مفردة، سينجل ما وحيد اعتبريها فرد. وعم بشتغل فول تايم، فتقريبا يعني 24 ساعة الضغط صار. طبعا في غيري ومثلي بنفس الوضع اللي أنا فيه، وفي ناس أسوأ كمان، وفي ناس معها أطفال صغيرة. فلما تحكي عن الدور، يعني كل اللي بقدر أقول لك إياه أنه هلأ يعني إذا كانت الأم مدرسة، وكانت الأم هي اللي بتبني الأسرة، والأم لبنة المجتمع الأولى، و فكيف هلأ كل العالم كلياته محصور ببيوته؟ مين حيكون الليدر in a way، المسؤول عن هالأشياء كله؟ حتكون الأم. فبطبيعة كوني أنثى وأم، أقول لك إني عم بلعب دور، والله عم بلعب أدوار مش دور واحد يعني. فأنا مش عارف إيش بدي أقول لك، يعني مش حقدر أطلع ولا أكون إني بالساحات الأولى يعني ما بقدر أساعدهم، بقدر أساعد ضمن النطاق اللي بقدر عليه كأي فرد أو مواطن وهكذا. والحمد لله إحنا ما نتأخر يعني. لكن أنا أعتبر إنه الوجود هلأ، بما إنه موجود وتركيز على وجود بالبيت، وأصلاً يعني في كتير ضغوطات نفسية وضغوطات عملية وضغوطات من كل أنواع الضغوطات اللي ممكن تكون موجودة عم بتصير علينا. ويعني لا يسعني إلا أني أقول الله يعطيهم العافية للأمهات، وطبعاً الآباء على عيني وراسي، وهلأ الكل عم بيساعد. لكن أنا أعتقد إنه بطبيعة المرأة اللي هي أصلاً بطبيعتها بتقلق أكثر وبتدير أكثر، عليها ضغط أكبر بكتير. فأنا يعني كل اللي بقدر أقوله إنه يعطيهم العافية، وأعتقد إنه عليهم ضغط كتير وعم بيقوموا بدورهم. فإن شاء الله يا رب تعدي الأزمة وبنخلص من الموضوع هذا على أمن وسلام وبأقصر فترة زمن ممكنة. وبشكركم على هاي الفرصة كتير، ويعني إن شاء الله بركي عدناها شي مرة تانية بإذن الله. أكيد أكيد. شكرا أستاذ محمد. أنا بدي يعني اللي حكته الأخت ميسون أمر يعني يثير الشجون. اللي كان قريب من أمه لا يستطيع أنه يهمل المرأة في حياته أبدا، واللي كان يعني بيشوف أنفاس والدته وبيشوف أشجانها وبيشوف خوفها عليه وبيشوف ما تتحمله. يعني المرأة تكون في بيت بين أربع جدران وتعمل ما يعمله الرجل في هذا العالم كله، فكيف إذا أنت كمان فوق الأربع جدران اللي هي بتعمل فيها خرجتها برا هذا المكان كمان تساعد وتعمل؟ المرأة كانت تأخذ 50% من الجهد، الآن المرأة صارت تأخذ 100% من الجهد، صارت تأخذ 50% اللي هي أصلاً كانت مخديتهم وأضافت لهم 50% اللي كان يقوم فيهم الرجل. أنا كتبت قبل كم يوم، كتبت بعيداً عن الكورونا، كتبت بعض الخواطر في عنوان أب وأم، بقصد فيها أو حتى أم وأب، بدأت بالأم، بقصد فيها عن امرأة وهي رمز يعني لكل امرأة بهذا الشكل. امرأة تقوم بالدورين، تقوم بدور الأم وتقوم بدور الأب.
وحقيقة أنا شفت أمثلة كثيرة من هذا النوع وبالذات في كندا. والجميل في الموضوع أنه نجحوا، وأنا كتبت عن نجاحهم في إنجازهم في أولادهم، اللي بالأخير لما تشوف نظرة الأم هي نظرة في العين شكلا، لكن لو تعمقت فيها النظرة بتشوف فيها معاني كبيرة جدا جدا جدا، إلها علاقة بالفخر، إلها علاقة باسترجاع ألم السنين كلها، إلها علاقة بالتعب اللي ذاب في لحظة بعد ما شافت هذا النجاح أمامها، إلها علاقة بالحب، الحب لأبنائهم لأبنائها، الحب العظيم هذا اللي في لحظة نسيت كل نفسها، إلها علاقة بزمن بجوز مر سنوات كثيرة لكنه في لحظة تحول إلى لحظة واحدة، وصار الزمن كله عبارة عن فخر ورغبة ومحبة للأبناء. ففي الحقيقة الأم لها شيء كبير جدا 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 في وجدان أي عربي، وفي وجدان الإنسانية أصلا، لأنه الأم هي منبع الإنسان. يعني جيد أني أختم بهذا الكلام، ومش حاب أني أختم بغيره. يقول لك الأب كمان ماله، الأب له دور أنا تاني. عندي الأم، أنا شوف دكتور جمال، كان لما والدي والدتي يتناكفوا في شيء فيجي والدي يحكي لي تعال عشان يعني علشان أفصل ما بينهم، أحكم ما بينهم، فكنت أحكي له أنت عارف سلفا أنه لو حتى كانت غلطاني حقف معها، فلا تدخلني في موقف أكون فيه ظالمك. الله يحفظ لك، الله يحفظ لنا كل أمهاتنا وكل أبائنا، ويحفظ الجميع من كل شر يا رب. بشكر أشرف اللي بيحكوا لي هون الناس أنه راح يجيب صحن كنافة، مش عارف ما رجعش، على كونه معنا. الأخت ميسون أهلا وسهلا فيك، تشرفنا فيك. أستاذ محمد علي حياك الله، تشرفنا بوجودك وشوفتك. أخي علي من العراق الشقيق، ربنا يحميك ويحمي كل شعوبنا العربية، وباسمي وباسم زميلي الأستاذ محمد نشكركم جميعا على هذا اللقاء الرائع. كان محور دردشة عن موضوع مواهب الكبار. بذكركم في حلقتنا غدا إن شاء الله اللي راح تكون مميزة، مع شخصية مميزة عن الأمثال العربية. أكيد في عندكم أفكار كتير، وبنسمع كتير عن موضوع الأمثال العربية، فبكرة هتكون حلقة غريبة شوية هيك، لكن كنا بنحبها، كنا نحترها ونسمع عنها. فاليوم نقدر نقول لكم تصبحوا على خير، ونراكم على خير بكرة إن شاء الله بدون كورونا. السلام عليكم. السلام عليكم.